نلقي نظرة على بعض الأحداث في العالم وتأثيراتها على المشهد. معنا سيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إيكويتي جروب. أهلا وسهلا رائد. ويعني دعنا الله يسعد أوقاتك. دعنا نبدأ من حيث انتهت الولايات المتحدة وصيف اتفاق المرحلة الأولى بطبيعة الحال، لكن يبدأ الولايات المتحدة الأمريكية تنام عين مغمضة وأخرى مفتوحة على أوروبا. هذه المرة الأنظار تتجه فيما إذا كان دونالد ترامب سيتجه إلى هناك في ظل تصريحات تدل على ذلك خاصة تجاه فرنسا. هل من الممكن أن نشهد اندلاع حرب تجارية جديدة في أوروبا بين الولايات المتحدة الأمريكية والأوروبيين؟ يعني بلا شك الاتفاق الأول ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية يهدئ نوعا ما وتيرة التوترات التجارية ما بين البلدين، ويعطي المجال لدونالد ترامب التوجه نحو المنطقة الأوروبية التي كان قد سبق وصرح هو وإدارته في أكثر من مرة أن العلاقات التجارية مع الجانب الأوروبي تحتاج إلى إعادة النظر. وبالتالي يعني التصنيفات التي كانت قد وردت لبعض الدول داخل الاتحاد الأوروبي، سواء كانت أصابع الاتهام التي وجهت إلى كل من ألمانيا وسويسرا وإيطاليا بأنها تتلاعب بالعملة نوعا ما أو أنها تستغل التلاعب بالعملات، أيضا فيما يتعلق بالعلاقات التجارية والمنافسة التجارية في مجال الطيران مع فرنسا، كل ذلك سوف يكون محط أنظار واهتمام. ولكن لا أعتقد أنها حدة التوترات ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والجانب الأوروبي ستكون بنفس الدرجة مع التي كانت مع الصين، حيث أن هناك العديد من نقاط التفاهم المشترك، وكان هناك تصريحات مؤخرا سواء للمتحدثين الرسميين بالنسبة للمفاوضات من الجانب الأوروبي ومن الجانب الولايات المتحدة الأمريكية أن هناك نوع من التوافق، وبالتالي لن يكون هناك مسلسل ارتفاع في الرسوم والغرامات وما إلى ذلك ما بين المنطقتين، خلينا نقول المنطقة الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية. ولكن بلا شك سوف يكون من المتأثرين الرئيسيين قطاع الطيران وقطاع أيضا السيارات على وجه التحديد، حيث أن هناك تتمتع الدول الأوروبية بفوائد كبيرة بعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية. ونرى أن ترامب بشكل واضح يقضي على كل الفوائد التجارية التي هي ضد مصالح الولايات المتحدة الأمريكية. طيب، يعني باستمرار نوع من الضبابية الآن بين العلاقات الأمريكية وأوروبا، يعني رائد اليوم عم نترقب أيضا تقرير صندوق النقد الدولي حول توقعات الاقتصاد. برأيك هل ستبقى الصورة متشائمة بهذه التوقعات، أم يمكن أنه المرحلة الأولى على الأقل لهذا التوقيع الذي حدث ما بين الصين وأمريكا أن يعطي نوع من الإيجابية على توقعات صندوق النقد؟ يعني لا أعتقد أنه كافي التطور الذي حدث بتوقيع المرحلة الأولى ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية ليغير من توقعات صندوق النقد الدولي الذي أكد بأنها ستؤثر على النمو العالمي بانخفاض بحوالي 0.8% بمعدلات النمو. أعتقد موضوع العلاقات الثنائية أو الاتفاقات الثنائية ليس مجدي بالشكل الكافي لإصلاح الاقتصاد العالمي أو توقعات الاقتصاد العالمي. يجب أن يكون هناك توافق على مستوى أكبر بالفترة القادمة. تركيز صندوق النقد الدولي سوف يكون على مناطق متعثرة فشلت في تحقيق المستهدفات الخاصة بها، والتركيز هنا على المنطقة الأوروبية. نحن نتحدث عن إمكانية أن يكون هناك يعني الإبقاء على السياسة النقدية كما هي في المنطقة الأوروبية، وهذا أمر سلبي نوعا ما. وخلال 7 سنوات لم يتمكن المنطقة الأوروبية من تحقيق مستويات التضخم، هذا يؤثر بشكل عام على النمو العالمي. التوترات الجيوسياسية كانت قد سببت بشكل واضح تأثر أفاق النمو العالمي، وأيضا مستويات أسعار النفط والتي تعد نوعا ما بارتفاعاتها تشكل ضغط على التكلفة، أيضا يؤثر ذلك على أفاق النمو العالمي. أعتقد لن يغير وممكن أن يسبب مزيد من الضغط. رائد، يعني إذا جاز لنا التعبير أن نسمي هذا أسبوع البنوك المركزية بامتياز في العالم، ننتظر قرارات مهمة فيما يتعلق بمعدلات الفائدة وحتى بالسياسات المالية والنقدية في البنك المركزي الأوروبي، بنك اليابان، بنك كندا. يعني رغم هذا الاتفاق الذي وقع مؤخرا إلا أن ظلال الاقتصاد لا تبدو قاتمة في العالم، كيف ستتحرك هذه البنوك على ضوء هذه المخاطر؟
أعتقد الطيب هي لن يكون هناك تغييرات في السياسة النقدية مع مطلع تعاملات هذا العام بشكل واضح وصريح، والاجتماعات التي ننتظرها اليوم لعل أبرزها أو أهمها سوف يكون الاجتماع المركزي الأوروبي الذي قد يتضمن حديث أكثر عن نوايا بتعديل السياسة النقدية التي لم يتم تعديلها منذ فترة طويلة نسبيا بالنسبة للمنطقة الأوروبية، ما سوف تكون الفحوى الخاصة بها. السياسات التيسيرية سوف تكون هي الأبرز، وهي التي سببت حقيقة بعض النمو خلال الفترة الماضية، ولكن هذا النمو لم يتم ترجمته بالشكل الكافي سوى في الولايات المتحدة الأمريكية، بينما باقي المناطق العالمية على الرغم من تسهيل وتيسير السياسات النقدية إلا أنه لم يكن كافي لدعم المؤشرات الاقتصاد، نتحدث عن مستويات التضخم أو مستويات التوظيف أو البطالة، وبالتالي سوف يكون هناك تركيز أكبر على موجة تيسير أكبر في الفترة القادمة. ولكن الاجتماعات التي ننتظرها هذا الأسبوع لا أعتقد أنها سوف تغير في الأمر شيء، ولن تأتي بجديد حتى الآن، ولكن قد نرى بعض يعني التوجهات نحو التعديلات، وكما ذكرنا في المركز الأوروبي على وجه التحديد ممكن أن يظهر النوايا بتغيير السياسة النقدية وبالتالي طرح حلول جديدة لتيسير الاقتصاد دون عن الأساليب المستخدمة سابقا. رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب، شكرا جزيلا.